جزاكم الله خير الشيخ. من أسئلة الأخت تقول: فضيلة الشيخ، ما هي علامات قبول العمل الصالح الشيخ؟ علامات قبول العمل الصالح أن يوفق الإنسان لمواصلة العمل بعده، فإذا وفق الإنسان لمواصلة العمل وأتى بعد الحسنة بحسنة مثلها وواصل، فإن هذا علامة على القبول. وكذلك من علامات القبول ارتياح النفس واطمئنانها ومحبتها للخير والاستمرار في العمل الصالح، هذا دليل على القبول. نعم.